إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أمراض نسائية عند الفتيات الصغيرات. بداية، ما هي الأمراض النسائية عند الفتيات الصغيرات؟ عندما نقول أمراض أو مشاكل نسائية، يتوارد إلى الذهن في الحال أن هذه المشاكل عند المرأة البالغة أو المتزوجة، إلا أن هذه الأمراض قد تصيب أيضا الفتيات الصغيرات بدءا من يومهم الأول إلى عمر 13 سنة. أيضا هذه الأمراض تنقسم إلى 4 أنواع. أول قسم التهابات مهبلية، ممكن يكون فيه التهابات في المهبل، وهي نابعة ممكن من فيروسات أو بكتيريا أو جراثيم أو طفيليات. أيضا ممكن تصاب الطفلة الصغيرة بورم على المبيض، ممكن تسبب أورام حميدة أو أورام سرطانية أو أورام عادية أو أورام انتفاخية فقط. أيضا ممكن الطفلة الصغيرة تصاب بتعرض غشاء البكرات للتمزق. غشاء البكارة حساس جدا، الموجود فوق الطبقة السطحية من الجلد، ممكن يتحتك أو ينفجر أو يحصل له تمزق داخلي ويضعفه جدا، مما يسبب سيلان للدم، أو يكون يعني عدم سيلان الدم غير ضروري جدا، أغلب الحالات لا يحصل سيلان للدم. أيضا ممكن نتكلم عن موضوع ما نقول أنه مرض ابتداء، ممكن يكون يعني نقول أنه نمو غير طبيعي في الطفل، وهو البلوغ المبكر جدا قبل الأوان. هذا نوع من أنواع ممكن الاضطرابات الحيوية في النمو الجسمي للأعضاء الداخلية، وهو نمو غير طبيعي في الأعضاء الجسم قبل الأوان أو قبل العمر المحدد للبلوغ الطفلة، مثلا تبلغ في 9 سنين، في مثلا 7 سنين أو 6 سنين، وهذا خطر جدا على الجسم طبعا، ممكن يسبب الوفاة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم بإذن الله.